لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 33 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام نزلت فيه الآية، آية القرآن: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. والمقصود بشاهد من بني إسرائيل في الآية هو عبد الله بن سلام، فمذكور في القرآن، يكفيه شرفا أنه ربنا جعله شاهدا على أهل الكتاب. وكان حبرا من أحبار اليهود وسارع بالإسلام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 35 بعد 506,000، قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثني إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي. أقول له: هو مين سعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور؟ يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، في حين أنه قلل كتير غيرهم. يبقى ده بيتكلم على إيه؟ على سماعه هو. ما قال لبلال: سمعت خفا عليك في الجنة فأخبرني. وقال لسيدنا أبي بكر إيه؟ افتح له وبشره بالجنة، لما كان قاعد في البستان. وجسدنا عمر قال له: افتح له وبشره بالجنة. وباقي العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى المبشرين بالجنة من الصحابة كتير كثر، مش عبد الله بن سلام بس. فهمت ازاي؟ يبقى هنا سيدنا سعد بن أبي وقاص بيكلم على حد سماعه، يعني ما سمعش بشارة أحد بأذنه إلا في عبد الله بن سلام. فهمت بقى؟ طب والباقي ما سمعهاش بأذنه بس، مش بينفي. لكن إيه؟ عندك أنت أم حرام وأم أنس بن مالك، فهمت ازاي؟ ما بشرهم بالجنه بره. وابي طلحه لما قال له: افعل ما شئت يا ابا طلحه، بعد ايه ما دافع عنه في احد، قال: ما ضر طلحه بعد اليوم شيء، او ابي طلحه ما ضره شيء بعد اليوم، يعني خلاص. فهمت؟ يبقى كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم مبشرين بالجنه، معظم صحابه النبي مبشرين بالجنه، وليس العشرة بس فقط، للعشرة هم أشهرهم بس اشتد، ولأن سهل حفظهم، سهل تحفظ عشرة، إنما تحفظ أهل بيعة الرضوان اللي كانوا 1500 صعب تحفظ 1500، لكن وأهل بدر 313 كلهم من أهل الجنة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهداء أحد 70 من أهل الجنة، النبي شهد لهم بالشهادة. يبقى الصحابة كثر اللي هم مبشرين بالجنة، عدد كبير يكاد يستوعب كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فئة قليلة اختلف فيها، اللي قال: تزاد عن الحوض، تزاد عن الحوض، وقال: يا رب إنهم أصيحابي أو أصحابي، دليل من طبقة الصحابة، وقال: إنك لا تدري ما فرطوا بعدك. فاختلف العلماء في تحديدهم، والراجح أنهم المنافقون الذين كانوا مندسين في وسط الصحابة، الراجح كده عند اهل السنه. الشيعه قالوا: ده معاويه وكل من وقف ضد سيدنا علي، هم دول اللي هيزاروا عن الحوض. الشيعه قالوا كده، والرافض: كل من وقف ضد سيدنا علي هو ده اللي هيزار عن الحوض ويقول له ايه: سحقا سحقا. ده عند الشيعه. وبعض طوائف قله من علماء اهل السنه قالوا ان هو كل من وقف ضد علي يعاقب بالزود عن الحوض ثم يقول به الامر الى الجنه بعد ذلك، لكن يكتفى بعقابه انه يفضح بان يزاد عن الحوض امام الناس. فهمت ازاي؟
بعض علماء اهل السنه قالوا ذلك، من بينهم سيدي احمد الصديق الغماري، ان كل من وقف ضد سيدنا علي يزاد عن الحوض عقوبه له واهانه له على رؤوس الخلائق، ثم بعد ذلك يقول بهم الجنه لان ايمانهم يعصبهم من دخول النار او من الخلود فيها حتى لو دخلوا. فهمت؟ ده راي مين؟ سيدي احمد الصديق الغماري ومن وافقه. لكن اهل السنه ومذهب اهل الازاهريه كلهم ان ايه؟ ان الذي يزاد عن الحوض هم حوالي 16 او 17 منافق اللي النبي اخبر لحذيفه بن اليمان باسمائهم وما كانش يصلي عليهم، وكانوا مختلطين في وسط الصحابه ويصلوا خلف النبي، فهم دول اللي هيزادوا عن الحوض. فهمت ازاي؟ فده مذهب الازاهره وايه واهل السنه والجماعه في المساله. يعني الخلاصه ان ايه؟ ان الحديث هنا بيقول سيدنا سعد بن ابي وقاص ما سمعته، يبقى بيتكلم على سماع نفسه، ما بينفيش بقى ان في غيرهم مبشرين بالجنه. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عوف عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده قيس بن عباد ده في عصر التابعين رايح يزور النبي في المدينة، ما كانش وهابي اهو، كان يروح يزور النبي في المدينة. الوهابية يتباهوا ان هم يحبوا ما يزوروش المدينة، يتباهوا. درجة سمعت احدهم يقول عن بن باز رحمه الله ان ابن باز قال ايه؟ قال سكنت في المدينة 40 عاما ولم ازور قبر النبي، كان يتباهى بذلك. سمعت هذا الخبر من احد الناس من المدينة وانا في عمرة من العمرات، يقول لك كان ابن باز يتباهى انه سكن المدينة 40 عاما ولم يزور قبر النبي ابدا، وكان يقول كده. فهمت ازاي؟ لان في اعتقاده ان زيارة قبور الانبياء والصالحين عبادة من دون الله وشرك، فبيعتقد ان زيارة قبور الصالحين شرك، هو بيعتقد كده، فازاي بقى يروح يشرك ويزور النبي؟ فعاش 40 سنة يتباهى بذلك. لكن احنا بقى بنتقرب الى الله بزيارة النبي، بنتعبد الله بزيارة النبي، بل نتعبد الله بحب النبي. فهمت ازاي؟ انه لمحروم. محروم طبعا لا شك. يبقى الصحابة التابعين هم كانوا ايه؟ بيروحوا المدينة يزوروا النبي، هم لسه ما كانوش ايه؟ ابن بازيين ولا ابن عثيميين. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا عشان ما كانوش لسه اتولدوا. عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. يعني هو قاعد في المدينة وحواليه بعض صحابة النبي، جاء راجل داخل شاف على وشه كده نور الإيمان وحلاوة الخشوع، فلقى الناس بتقول ايه؟ الراجل ده من اهل الجنة، الراجل ده من اهل الجنة، الراجل ده من اهل الجنة. قال مين الراجل ده؟ انا عايز اعرفه ده. فهمت؟ فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج، فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له انك لما دخلت قبل، يعني ايه في المسجد قبل، يعني ايه في الوقت الايه السابق يعني، قال رجل كذا وكذا. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يعني ما فيش داعي أنك أنت تخبر بما لا تعلم، لأن أهل الجنة دول غيب، والغيب لا يعلمه إلا نبي، والنبي الوقت مش معانا. فهمت إزاي؟ فما ينفعش تقول الكلام هذا، ما لا ينبغي أن يقول أحد ما لا يعلم. الوقت كل واحد إيه يموت في أي مظاهرة يقولك عليه شهيد، والشهادة دي مرتبة عند الله ما يقولهاش إلا نبي. لكن ما شاء الله الشعب المصري كله بقى انبياء ما شاء الله، يعرفوا الشهداء على طول ما شاء الله، واخد بقى عمليه صعبه. الشهيد دي احنا نتمنى كل مسلم يبقى شهيد، نتمنى ذلك، لكن احنا لا نجزم، ما نقولش حاجه ما لا نعلم. فهمت بقى ازاي؟ احنا نتمنى ذلك لكن ما نقولهاش، اللي يقولها نبي. فهمت ازاي؟ لان ده كان في ناس بتقاتل مع النبي في الحرب مع النبي ويقتل، والصحابه يقولوا عليه شهيد، النبي يقول لهم لا ليس بشهيد، انه في النار ايه في شملة غلها من الغنيمة. شهيد كده في الاحاديث وقرناها مع بعض، يعني يبقى مظهره كله دل انه شهيد، ده مع النبي في راية النبي.
ومات شهيدا. ده احنا لو مكانهم بقى نشيله ونهتف ونجيبه في الفضائيات، فهمت ازاي؟ لكن لا مش كده. النبي بيعلمنا اننا ما نقولش ما لا نعلم، لان المراتب في الآخرة دي امور غيبية لا يعلمها الا الله، ويعلمها لمن شاء من الانبياء، فهمت؟ انما الناس دلوقتي بقت تسرف في هذا، لدرجة تقول لك جرجس مات شهيد. طب ازاي جرجس يبقى شهيد؟ وازاي حنا يبقى شهيد؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش. الشهادة دي مرتبة عند الله لا نثبتها لأحد إلا بإخبار نبي. فهمت بقى ازاي؟ دي مرتبة عند الله كبيرة. لا نتألى على الله، احنا بس نحتسب، نقول نحتسب عند الله شهيد، يا رب اقبله عندك شهيد، ندعي له. دي غاية ما نملكه إننا ندعو له. فهمت ازاي؟ لكن نكتبها كده وبقى لقب كأنها عيلة، يعني عيلة الشهيد. هي ألقاب، هي ما تنفعش. فصارت الايه المراتب الايه اللي عند الله دي اصبحت ممتهنه في الاستعمال، ففقدت حتى رونقها وجمالها. يبقى طالع واد بلطجي مجرم واخد له 100 جنيه علشان يفجر مش عارف ايه، يقوم ايه يموت يقولوا عليه شهيد. ما ينفعش كده، ما ينفعش الحكايه دي. اهو مات، هناخده ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ونقول يا رب اغفر له، خلاص مش هنقعد بقى نغني عليه. فهمت بقى ازاي؟ واحنا برضه مش عايزين حد يغني علينا اما نموت، بس تدعوا لنا وخلاص، مش عايزين حاجة غير كده، ان احنا ندعي لبعضنا. انما نحط نفسنا مراتب ما ينفعش. اللي يحط المراتب دي مين؟ الله هو اللي بيرتب المراتب. ومين اللي يعلم بيها؟ النبي. فهمت بقى؟ عشان كده سيدنا عبد الله بن سلام ما عجبوش الكلمة دي، مع ان النبي قال له، لكن ما عجبوش يتقال عليه كده ممن لم يحضره هذا. فهمت بقى ازاي؟ لان ده بقى تقلي على الله، مش تشوف واحد وشه منور تقول اه ده من اهل الجنه ما شاء الله، انت جبتها منين دي؟ هو كل واحد مستحمي ومغطي غاسل وشه ببودي شاور ومنور كده وحلو ومسبسب شعره وحاطط كولونيا وجاي كده، وبعدين يبقى تقول عليه من اهل الجنه؟ ما ينفعش يا استاذ. طب ما انت بتشوف نجوم هوليود، ما فيش اجمل من كده. هوليود، نجوم هوليود تقول عليهم علشان وشهم منور كده مش من اهل الجنه؟ ما ينفعش، ينفعش يا استاذ. فهمت؟ اه تقول كده احتسب عند الله رجل صالح، تظن فيه خير لا باس، تقول له ادعي لي ما فيش مانع، تقلده في الصلاح بيه جميل. انما لا تجزم على ايه؟ الخواتيم، العبره بالخواتيم. ودي نقطه مهمه بقينا نتجوز فيها دلوقتي للاسف. فشوف ما عجبوش سيدنا عبد الله بن سلامه، قال ايه؟ ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يعني اللي يقول كده النبي بس، انتوا بتقولوا كده انتوا بتعرفوش، ازاي تقولوا كده؟ مش يقول له اه عندك حق على فكرة انا من اهل الجنة، اصل النبي قال لي كذا وكذا. قال له يا سلام، ده انت راجل يعني ما شاء الله عندك كده بعد وبصيرة، فعلا انا من اهل الجنة. ما ينفعش كده يا استاذ، برضو ما ينفعش. ليه بقى؟ سيدنا ابي بكر الصديق يقول ايه؟ لو كانت احدى قدمية في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. طب ازاي ما النبي قال له انت في الجنة؟ يعني هو مش مصدق موعود النبي؟ سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحد لظننت انه عمر. يعني مش مصدق موعود النبي؟ لا، هم فهموا موعود النبي بس على شرطه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انت من اهل الجنة لو وفيت بالشروط. فهمت ازاي؟ يبقى انا كده مصدق موعود النبي، لكن انا شاكك في اني وفيت بالشروط ولا لا. فهمت ازاي؟ هل انا وفيت بالشروط ولا ما وفيتش؟ فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده هو لما ينظر لنفسه يقول انا لا امن مكر الله، لما ينظر لفضل الله يفتكر بشارة النبي. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده ممكن قد تكون من اهل الجنة بالبشارة في الرؤية، يجي لك النبي في الرؤية يقول لك ما شاء الله انت يا يسري من اهل الجنة، مبروك عليك. اصحى بقى واعمل خطبة جمعة اقول للناس يا جماعة جالي النبي وقال لي من اهل الجنة. ما ينفعش، ينفعش يا استاذ. ليه بقى؟ لان ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي كده، واخد بالك، على اني يقول الي الامر الى الجنة لكن بعد سابقة عذاب وبعد حساب. وممكن او ان هذا مشروط بشرط اني استمر على ما انا عليه من حال الكمال الان، لكن انا اضمن ان انا استمر على حال الكمال اللي انا فيه دلوقتي مثلا لحد ما اموت، ما اضمنهاش صح ولا لا. وبالتالي حتى لو جاءتك البشارة تفضل خايف، لان قد تكون البشارة مشروطة
بشرط ان انت لا توفي به. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده السبب هو ده اللي خلى سيدنا ابو بكر يقول لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى في النار ما امنت مكر الله. ليه؟ لكان النبي لما بشره، النبي صادق، لكن لما بشره كان حاله مع النبي حال كمال، لكن بعد النبي ووفاته وتولى احوال الامه وحكم في الناس بقرابه 3 سنين لا يدري ما فرط او ما اطاع فيها. فهمت بقى المساله؟ عشان كده خايف. فهمت بقى المساله؟ ناخد بالنا من الموضوع ده، مهم جدا. عشان كده الصحابه اللي بشروا بالجنه لم يركنوا لبشاره النبي، اطمأنوا صحيح وفرحوا، لكن لم يستريحوا ويتركوا الطاعه. لماذا؟ لان النبي بشرهم بالجنه ان استمروا على ما هم عليه من كمال. فهمت بقى المساله؟ يبقى ايه؟ بشاره مشروطه، بشاره مشروطه، وليس بشاره ايه؟ مطلقه. مشروطه على ايه؟ على ان تموت على كمال الاسلام والايمان. فهمت بقى المساله؟ كان احنا فهمنا الحكايه دي كلها منين؟ من القران برضو. شوف سيدنا ابراهيم، سيدنا نوح، لما رب سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح ان انا هنجيك انت واهلك، هنجيك انت واهلك من الطوفان. سيدنا نوح اطمأن، كان في واحد من ولاده كافر بدعوته. فهمت ازاي؟ لكن سيدنا نوح كان مطمئن انه هينجو لانه من اهله، ده ابني. فهمت ازاي؟ فلما جاء في الطوفان بص لقى ابنه بيغرق قدامه، ده ربنا وعده الحق، ده بيقول لي انا هنجيك انت واهلك وابني بيغرق قدامي، ايه ده؟ ان وعدك الحق، ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. حل لي الاشكال ده بقى. فهمت ازاي؟ ان ابني من اهلي وانا شايفه بيغرق يا ربي، وان وعدك الحق ان تنجيني انا واهلي. فهمت ازاي؟ فاما ربنا قال له ايه؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. كان ربنا قال له هنجيك انت واهلك المؤمن منهم بشرط الايمان. هو لم يذكر له هذا الشرط، ففهم انه اهله مطلقا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ممكن تاتي البشاره بالنجاه بشرط غير مذكور، بشرط غير مذكور، زي ما قال له هنجيك انت واهلك وما قالوش شرط الايمان. فهم؟ ولما جاء عاين موت ابنه امامه في الغرق ربنا بين له الشرط الذي ابهمه عند البشاره. ادي السبب ان الصحابه كانت تبشر وتفضل خايفه، لان ربما يكون البشاره بشرط مبهم قد يكون لا يوفوا به بعد ذلك. فهمت بقى المساله؟ كل ده بتجيله من القران، كل ما تقرا القران تقوم تبان لك مفاهيم الاحاديث. ازاي سيدنا ابو بكر النبي بشره بالجنه ويفضل خايف ويقول لك لو احدى قدميه في الجنه والاخرى في خارجها ما امنت مكر، يعني مش مصدق كلام النبي؟ يعني ممكن واحد يعمل كده يقول لك ابو بكر مش مصدق ويبتدي يعيب على ابو بكر، يعيب على الصديق وهو جاهل، لانه مش فاهم علم الصديق، علم عالي. زي ما سيدنا نوح غاب عنه الشرط فاستفهم، فربنا قال له ايه؟ لا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعذك ان تكون من الجاهلين. فهمت ازاي؟ يعني صدق الشرط، صدق الوعد، ولو وجدت خلافه اعلم ان المخالفة التي رأيتها لا بسبب مخالفة الوعد بل بسبب مخالفة الشرط الذي عليه الوعد. فهمت بقى المسألة؟ لازم ناخد بالنا من الحكاية دي. فكل وعد من الله او من رسوله مشروط، قد يكون بشروط معلومة وقد يكون بشروط مبهمة. ولذلك حتى من بشره النبي يفضل خايف، لان قد يكون مشروط بشرط هو لا يعلم. فهمت بقى ازاي؟ يعني انت ممكن تقول لاي واحد لو حافظت على الصلوات الخمس ان شاء الله تبقى من اهل الجنه، مش ممكن تقول كده؟ بس يحافظ يقول لك ما انا بحافظ بصلي. طب ما انت ممكن بتصلي بس مش خاشع. فهمت ازاي؟ يمكن بتصلي وبتبقى سرحان في الصلاه، لا تؤدي الصلاه بحقها. يبقى الشرط صحيح، يبقى الوعد صحيح ان كل مصلي يدخل الجنه، الوعد صحيح. لكن هل كل مصلي مقيم للصلاه بحقها؟ فهمت ازاي؟ لا، مش كل مصلي. فهمت بقى المساله؟ فممكن يبقى الوعد
مشروط بشروط تظل بالرغم أنك وعدت بهذا الوعد من صادق إلا أنك تظل خائف. لماذا؟ لأنك تنظر إلى الشرط المبهم، وهل أنك وحتى لو كان الشرط معلوم تخاف ألا توفيه حتى تموت. فهمت المسألة دي؟ مهمة جدا، لأن أنا زمان وأنا طفل حضرت الشيخ بيقول أنا بستعجب ليه سيدنا أبي بكر الصديق النبي وبشره بالجنة ويقول الكلمة دي. حضرت درس زمان وأنا في إعدادي، الشيخ نفسه بيسائل، يعني بيسائل أمام الناس مش عارف يجاوب للناس، فهمت إزاي؟ يقوم يحط حيرة في نفوس الناس زي ما الحيرة عنده. المفروض إذا كنت أنت محتار في حاجة ما تقولهاش أمام الناس، حلها الأول وبعدين قولها للناس محلولة. فهمت بقى زي من الأدب كده. ففضل سؤال الشيخ ده في ذهني لحد ما ربنا علمني المعنى ده. فهمت بقى إزاي المعنى ده؟ وجالي المعنى ده عارف منين؟ من سورة هود، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خذ. ففهمت المعنى ده، أن النبي إيه بشره على شرط معين، خاف سيدنا أبي بكر أن يكون وفى بهذا الشرط أم لم يوفى. أدي حلها. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيقول له ليه سبب إن هم قالوا أن أنا من أهل الجنة. هقول لك السبب، السبب برؤيا شافها أيام النبي. رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، يعني اطلع، ارقه يعني ايه؟ اصعد. فقيل لي ارقه، فقلت له لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون والمنصف الخادم، يعني معين، يعني قالوا واحد يعينه انه يرفعه. فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة، اللي هي العروة اللي هي إيه المكان اللي إيه المفتوح اللي في العمود في آخره يمسك فيه، أدي العروة. فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. وقال والرجل عبد الله بن سلام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها، وفي رأسها عروة، وفي أسفلها منصف، والمنصف الوصيف، فقيل لي ارقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته، قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، كأنه على أطراف المدينة يعني. قال فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال ما حاجتك يا ابن أخي؟
قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذاك. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه. قال فإذا أنا بجواد عن شمالي، بجواد جمع جادة، بجواد يعني جمع جادة، والجادة هي الطريق الواسع. فإذا أنا بجواد عن شمالي يعني بطرق كثيرة عن شمالي، يعني وجد طرق كثيرة عن شمالي. قال فأخذت لآخذ فيها، فحاول أنه يمشي في الجهة دي، فقال لي لا تأخذ فيها، يعني لا تسير في هذه الطرق، فإنها طرق أصحاب الشمال. قال فإذا جواد منهج على يميني، منهج يعني واضح، يبقى المنهج يعني الواضح البين. فإذا جواد منهج يعني طرق بينة واضحة عن يميني. فقال لي خذها هنا، خذها هنا، فقال خذها هنا يعني امشي في جهة اليمين، يعني كهذه الطرق يعني. فأتى بي جبلا فقال لي اصعد. قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي. قال حتى فعلت ذلك مرارا. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، اللي قال عليها عروة هناك سمينا حلقة، وده معنى العروة حلقة. فقال لي اصعد فوق هذا. قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال فأخذ بيدي فزجل بي، يعني رمى بي، يعني ايه كده علشان أطلها يعني، فزجل بي يعني فرمى بي. فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال ثم ضرب العمود فخر. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. حاول يرتقي الجبل ده، قاله ده مرتبة الشهداء، انت مش هتموت شهيد، عشان كده ما عرفش ايه يناله. قال له ولن تنالوا. وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا به حتى تموت. سيدنا عبد الله بن سلام مدفون هنا في قرية اسمها ايه؟ احنا رحنا زرناه، منزلة، رحنا في قرية كده قريبة من المنزلة، بس انا ناسي اسمها، اللي هي رحنا زرناه احنا مرة واحدة، مش فاكرين اسم القرية، ما انتوا جيتوا معايا كلكم، اللي هي كانت مع سيدنا القعقاع بن عمرو. لا رحنا القعقاع لوحده، احنا رحنا لسيدنا عبد الله بن سلام وقابلنا هناك بعض الجماعة، كانت اسمها قرية ايه؟ بس انا ما رحتش الا مرة واحدة، هفتكرها واقول لكم بكرة ان شاء الله. المهم احنا رحنا زرناه مدفون هنا في مصر في احدى قرى مصر، عبد الله بن سلام، اللي هي القريه بتاعت القرضاوي، القرضاوي ها، اللي هي بلد الشيخ القرضاوي، قريه عبد الله بن الحارث، ده عبد الله بن الحارث اللي هو ايه اخو النبي من الرضاعه، ده في القريه اللي فيها الشيخ، بلد الشيخ القرضاوي اسمها قريه صفت، ايوه صفت تراب، ده دي فيها عبد الله بن الحارث اخو الشيماء اللي هو كان بيرضع مع النبي من حليمه، ابن حليمه، ده مدفون هناك في صفت تراب. لكن عبد الله بن سلام مدفون في قريه اخرى من قرى مصر في الوجه البحري، وله مسجد يزار، احنا رحنا زرناه الحمد لله. بكره ان شاء الله نقول لكم اسم القريه لان انا نسيه. باب فضائل حسان بن ثابت، ابن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن سفيان. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر
مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد. في خلافة سيدنا عمر مر سيدنا عمر في المسجد، لا سيدنا حسان واقف في المسجد بينشد الشعر، فلاحظ اليه، ام سيدنا عمر ايه بص له كده بصه يعني ما يصحش كده، ما العين بتتكلم. عشان كده ايه في بعض الناس يقول لك انا اسمع بايه بعيني وارى باذني، لان الكلام من وراءه رؤيه والنظره من وراءها كلام. فهمت ازاي؟ فايه هو فهم من نظره سيدنا عمر انه بيقول له ما تقولش كده، ما يصحش تعمل كده. فلاحظ اليه فقال قد كنت انشد وفي من هو خير منك. يعني ايه البصه دي يعني؟ قال لك سيدنا عمر قد كنت انشد فيه وفي من هو خير، اللي هو سيدنا رسول الله يعني في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قد كنت انشد فيه ومن وفي قد كنت انشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك الله، اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. سيدنا عمر راح سابهم ومشي خلاص، لانه ما كانش حاضر الواقعه دي، سيدنا عمر ما كانش يعرف. وعن أبي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان رضي الله عنه قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر مثله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، يستشهد يعني يطلب شهادته، يبقى يستشهد يعني إيه؟ يطلب شهادته. أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. يعني اهجهم يعني ايه؟ يعني اهجوا من هج المسلمون او رسول الله، من هج المسلمين او رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ انت المفروض لا تهجي من لم يهجوك. يبقى النبي لما يقول اهجهم لانهم قد سبق وهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يامر بهجاء من لم يهجو. خد بالك دي نقطه مهمه. لكن النبي امر بهجاء من هجاه. فهمت؟ اهجهم او هاجهم وجبريل معك. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حا قال وحدثني أبو بكر بن أبي نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن كثر على عائشة في حادثة الإفك. حسان نشرها، سمع حادثة الإفك نشرها، عشان كده هو ممن جلد حد القذف. حسان بن ثابت في ايه؟ في حادثة الإفك، هو ومين؟ وحمنة بنت جحش أخت ستنا زينب بنت جحش برضو نقلت، وكمان مين كمان اللي هو كان مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن أثاثة اللي هو قريب سيدنا أبي بكر، كل دول جلدوا في حادثة الإفك. فهمت؟ لأنهم إيه؟ نشروا الإفك، يعني نقلوه. فهمت؟ إذا مش هم اللي أنشأوه، هم فقط نقلوا الكلام. أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة، فسببته، فقالت يا ابن أخي. عروة بن الزبير قاعد مع عمته مع خالته ستنا عائشة، لأن أمه أسماء أخت عائشة لأبيها. فسيدنا عروة بن الزبير جاء سيرة حسان قدام ستنا عائشة أم سبه، عشان كان إيه؟
كان جاب سيرتها في حادثة الإفك. فقامت ستنا عائشة قالت له إيه؟ فقالت: يا ابن أخي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الصحابة بقى وأمهات المؤمنين عندهم تسامح، ما عندهمش بغضاء كده في قلوبهم يحقنوها، لا، هو خلاص اتجلد خد نصيبه وانتهينا خلاص، ما نفضلش بقى نعايره طول عمره. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فيها، يعني يمدحها، يعني يشببها يعني يمدحها. فقال كأنه بيصلى غلطته، يعني ايه بشعر بقى بيقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان هي المرأة المحصنة العفيفة، يبقى حصان يعني المرأة العفيفة، رزان يعني ذا الثبات ووقار من الرزانة، ما تزن بريبة يعني ما تتهم بتهمة يعني، وتصبح غرثة يعني جائعة من لحوم الغوافل يعني الغافلات، لأن الإنسان اللي بيجيب سيرة الناس بيأكل لحومهم، مش اللي بيغتاب الناس بيأكل لحوم الناس، يبقى شبعان من أكل لحوم الناس، لكن هي بقى ما بتجيبش سيرة الناس ولا تغتابهم، فهي غرثة جائعة من لحوم الغوافل، يعني هي لا تغتاب أحد، فهمت؟ غرثة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل يعني لا تغتاب أحدا. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قالت له: يا انت مش كده بتفكروا باللي عمله زمان، لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: فأي عذاب أشد من العمى؟ لأنه لما كبر كان عمي. إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت هو وأبوه وجده عاشوا 120 سنة عمره. حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الكفر، فهم؟ يعني قعد كافر لحد ما بقى عنده 60 سنة، وبعدين أسلم عاش في الإسلام 60 سنة زيه، وعمي في كبره، كان زمان يجي لهم كتركت مية بيضة، وما كانش فيه عمليات في إيه زرع عدسة وحاجات من، فكانوا يفقدوا بصرهم بسبب الكبر، سبب المية البيضة. فلما عمي في كبره قالت له: مش كفاية عليه عمي، عايز منه تاني إيه بس؟ ما كفاية بقى. إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد، وقال: قالت: كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان رزان. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال حسان: يا رسول الله، إذا لي في أبي سفيان. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، مش أبو سفيان ابن حرب، خد بالك، أبو سفيان ابن عم النبي على طول، كان يؤذي النبي ويهجوه، وأسلم بعد ذلك أو حسن إسلامه بعد فتح مكة. فسيدنا حسان بيستأذن النبي إن يهجو أبو سفيان وهو ابن عم النبي، فهمت إزاي؟ فبيقول له إيه: إذا لي في أبي سفيان. قال: كيف بقرابتي منه؟ قال له: ما أنت هتيجي تهجوه وهو نسبه من نسبي، يبقى أنت كده تهجوني، فهمت إزاي؟ ده نسبه من نسبي، ده ابن عمي، فهمت إزاي؟ قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، يعني هطلعك كما تسل الشعرة من العجين، يعني فهمت إزاي؟ هطلعك منه ازاي؟ يهجوه من قبل نسبه للام، فهمت ازاي؟ يمسك امهاته ويقطعهم في الهجاء ويبعد عن ابائي، عشان هو مشترك مع النبي في الاباء، فادي الطريقه، طريقه هجاءه ازاي؟ يدور على امهاته مين؟ يبقى خسسته جات له من الامهات انما مش من الاباء. وعشان كده ايه يقال ان الحديث ده فيه اختصار، ان سيدنا حسان لما قال الكلام ده قال له رسول الله: ولكن قبل أن تهجوه اذهب إلى أبي بكر يعلمك أنساب العرب.
علشان تعرف الانساب، عشان ايه ما تغلطش في نسب. يبقى اللي يغلط في نسب النبي يروح في داهيه، واللي قاعدين يقولوا ان ابو النبي في النار وام النبي في النار ومش عارف قاعدين يعكوا، فاهم؟ اللي يغلط في نسب النبي يروح في داهيه. عشان كده قال له اذهب لابي بكر، وكان ابو بكر نسابا يعرف انساب العرب، حتى يعلمك انساب العرب، واخد بقى، حتى لا تهجو نسبي، فهمت بقى؟ فراح اتعلم من سيدنا ابو بكر، وجه بقى يقول ايه الشعر وهو فاهم. فقال حسان: وان سنام المجد من ال هاشم بنو بنت مخزوم. شوف ابتدى يتكلم عن النساء بقى، فهمت ازاي؟ بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. بنت مخزوم اللي هي فاطمة بنت عمرو ابن عائز ابن عمران ابن مخزوم، والدة مين؟ والدة سيدنا عبد الله ابو النبي وابي طالب والزبير. انجاب الثلاثة لعبد المطلب اشقاء، الزبير وابو طالب وعبد الله والد النبي، فهمت ازاي؟ لكن ابو سفيان ابو الحارس ابن عبد المطلب، بس امه مش دي، فهمت ازاي؟ فابتدى بقى يتكلم على الامهات. وإن سنام المجد، في يعني قمة المجد، من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، اللي هو والده عبد الله يعني. يبقى بيمدح عبد الله والنبي أقره على مدح أبيه، يبقى يروحوا فين الوهابية لما يقابلوا النبي بقى وهم بيقولوا كده في أبو النبي، فهمت؟ قصيدته هذه، وده طبعا بيت من قصيدة طويلة يعني، ممكن تجيبها كلها في سيرة ايه ابن اسحاق وابن هشام، تجد القصيدة كاملة. وعنه بي قال: وفي ديوان حسان بن ثابت مطبوع، مجمعين في شعر حسان بن ثابت كله مطبوع، ديوان حسان بن ثابت. وعنه بي قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الاسناد، قالت: استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، ولم يذكر أبا سفيان، وقال بدل الخمير العجين. وعنه بي قال: حدثنا عبد الله عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن أبي رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يردي، يعني عبد الله بن رواحة كان شاعر برضه، قال اهجوا قريش يعني الذي يهجوني من قريش، يعني مش كل قريش، الذين يهجوني من قريش. فهجاهم فلم يردي، يعني هجاء عبد الله بن رواحة ما وقفش قريش عند حدهم، فهمت ازاي؟ ادي معناه. فارسل الى كعب بن مالك لان دول شعراء، ثم ارسل الى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد ان لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه، بيقول على نفسه يعني، انتوا دلوقتي وقعتوا على اسد ضارب بذنبه، يعني ايه؟ بلسانه، لسانه زي ايه؟ زي ذنب الاسد، وهو في الشعر مفترس كالأسد الذي يفترس الناس، يعني يفترس أعراضهم كافتراس الأسد للحوم الناس بذنبه، يعني بلسانه. قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، بيتكلم على نفسه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، طلع لسانه بقى وقعد هو اللسان ده اللي حقيقة اللي هو ذنبه يعني. والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني أمزقهم، أفرينهم يعني أمزقهم في أعراضهم، يعني في أحسابهم وفي أنسابهم وفي شرفهم، فري الأديم كتقطيع الجلد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. قال له: روح لأبو بكر الأول يعرف نسب، عشان ما تدخلش نسبي. يبقى نسب النبي وحسبه لابد أن يمنع من أي هجاء أو إزاء، بنص الحديث اللي في مسلم، فأي واحد يأذي النبي في أبائه راح في داهية،
فهمت ازاي؟ بنص الحديث اللي في مسلم. وان لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فاتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. أول ما حسان ابتدى يهجوم سكتوا، قالوا احنا مش قده، هيفضحنا بقى. واصل كان العرب الشعر يتقال الناس تسمعه ينقلوا لبعض، ينقلوا لبعض، ينقلوا لبعض، ينقلوا. بصوا لقوا ايه، من المدينة لحد مكة كله قاعد يتغنى بالشعر اللي ايه، فالفضيحة بقى الجلاجل. انت ازاي كان عندهم الشعر ده ينتقل مع الرعاة الغنم، حتى قاعد يرعى الغنم ويقعد يدندن مع الغنم كده يقول الشعر، يسمعوا الرعاة التانيين، الرعاة التانيين يقول القبائل التانية، القبائل تقول القبيلة دي. كان اكتر من السي ان ان، واخد بالك؟ يعني كان الشعر ينتشر بشكل سريع بهذه الطريقه. فاول ما قريش لقيت حسان دخل ودخل فيهم شمال سكتوا، بطلوا بقى يهجوا النبي خالص، مش دعوه، فهمت؟ فوقفهم يعني. هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا؟ فاجبت عنه، بيكلم اللي بيهجوا سيدنا محمد، هجوت يا من هجوت يعني محمدا، فاجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، يعني ودفاع عن النبي ده في ثواب كبير عند الله. هجوت محمدا برا تقيا، النبي برا تقيا جاي من البر والطاعة، هجوت محمدا وهو بر تقيا، يعني هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، خلقه الوفاء، الشيمة هي الخلق يعني. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني فداه أبي وأمي وعرضي. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي، يعني فقدت ابنتي، يا رب أعدم ابنتي، هذه باللغة المصرية، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفيك دائي، النقع اللي هو الغبار، وكنفيك داء ثنية على أبواب مكة. يعني بيقول إيه، ثكلت ابنتي، يعني فقدت ابنتي إن لم تأتي معنا وإحنا جايين نفتح مكة ونحاربكم، فهمت إزاي؟ ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفيك داء كدائي، يبارين الأعنة مصعدات، بيوصف الجيش قبل ما يفتحوا مكة، يبارين الأعنة مصعدات يعني مقبلات، والأعنة جمع عنان وهو لجام الفرس، يعني مسكين ألجمة الفرس وجايين مقبلين على مكة عشان ايه يفتحوها عنوة، يبارين الأعنة يعني في قوة شدهم للأعنة للجام بقوة الفرسان اللي راكبينها، يعني أقوية يعني، يبارين الأعنة مصعدات يعني مقبلات متوجهين يعني، على أكتافها الأسل الظماء، الأسل اللي هي الرماح، والظماء العطشة لدماء الكفار، على يعني شايلين إيه الأسلحة اللي هي عطشانة من دمائكم، تشرب من دمائكم لترتوي، تظل جيادنا متمطرات يعني متلاحقات، الجياد جمع جواد اللي هي الفرسان، متمطرات يعني متلاحقات زي المطر من كثرتها يعني، تلطمهن بالخمر النساء، تمسحهن، تلطمهن بالخمر النساء، يعني من شدة ايه السفر والعدو السريع يمتلئن غبار، فتيجي النساء بخمارهن يزيلوا الغبار عنهم علشان يكملوا السير، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا. يبقى كان بيقول الكلام ده فين؟ في عمرة الحديبية، فهمت؟ فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم،
يعز الله فيه من يشاء، اللي هو يوم فتح مكة بعد كده. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، عرضتها يعني وجهتها، اللقاء الحروب، فهمت؟ يعني احنا الأنصار عرضتنا يعني وجهتنا الحروب لأننا شجعان، في حين ان حسان نفسه اللي يقول الكلام ده كان لا يحضر غزوة ولا يحارب أبدا ولا يستطيع أن يمسك سيف، بس لسانه أقوى من السيف، كان رقيق الطبع جدا حتى أنه كان يستطيع أن يرى فرخة تسبح، فكان إذا حضر الحرب يجلس مع النساء حسان من رقة طبعه، لكن إذا تكلم بقى بلسانه أقوى من السيوف. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. يعني قولوا مهما ما تقولوا احنا معانا النبي ومعانا جبريل ومعانا الله، زي ما يقول المصريين اعلى مفخلك اركب، اعمل اللي انت عايزه كله، والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على باب من فضائل ابي هريرة الدوسي غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا